شفت النشرة الفنية؟ ما شفتش؟ تعالى. تصوير مسلسل نور خالد وولده خالد نور بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز، وهيتعرض على ام بي سي في رمضان من 15 حلقة. هلا صديق هتعمل فيلم جديد اسمه الملكة مع باسم السمرة ورانيا يوسف، ورسميا محمد امام هيعمل شخصية ادهم صبري في فيلم رغم المستحيل، ومحمد امام هيعمل فيلم اسمه اللعب مع العيال مع المخرج شريف عرفة، ويسرى عاملة فيلم اسمه ليلة العيد مع سيد رجب وريهام عبد الغفور هينزل يوم 25 في السينمات. كريم محمود عبد العزيز هيعمل فيلم البحث عن فضيحة بتاع عادل امام واخراج رامي امام. هيأجله عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما بتاع هشام ماجد ومي عمر هيبقى الصيف الجاي، وعمرو سعد بيحضر لفيلم جديد وهيكون من اخراج محمد سامي، وعمرو يوسف هيعمل مسلسل اسمه اعراض انسحاب هيتعرض في رمضان من 15 حلقه. هشام ماجد واسماء جلال هيعملوا مع بعض مسلسل كوميدي من 15 حلقه وهيتعرض على شاهد. هشام ماجد وهنا الزاهد هيعملوا مع بعض فيلم اللحظات اللذيذه اللي هيتعرض في عيد الفطر واخراج احمد الجندي، واحمد حاتم هيكون بطل فيلم ايناس الجديد الجديد. بدأوا يحضروا فيلم اللعب عيال بتاع كريم عبد العزيز ومنى زكي، وفيلم لنا في الخيال حب بتاع احمد السعداني ومعين السيد بيتصور دلوقتي، تصوير هبته الجزء الثاني خلال الشهرين الجايين. نسرين امين هتبقى هي البطل قدام اكرم حسني في مسلسل بابا جه في رمضان. انت بقى مستني انهي عمل فيهم؟